اليوم طبعا نحن نشهد مرحلة جديدة، لكنها ليست بغريبة، لأنه دور المملكة العربية السعودية ودور الرياض دائما كان دور بناء نحو إنقاذ اليمن. اليوم نحن نؤكد على أن ما يحصل هنا في الرياض هو المحطة الأساسية التي سيبنى عليها محطات أخرى. من اليوم ينطلق قطار المصالحة الوطنية، ينطلق قطار أي مستقبل لإنقاذ اليمن. من هذه المحطة الأساسية ستتبعها محطات في داخل الرياض إن شاء الله، وعندما نعود إلى داخل اليمن سيتم إنقاذ اليمن من كل هذا العبث الذين تمارسون ميليشيات الحوثي وميليشيات علي عبد الله صالح.